الله الرحمن الرحيم. انا صعب حضر الف الف مبروك لكل جمهور تشيلسي وكل محبين حكيم زياش في العام وفي المجمل لجمهور تشيلسي. مبروك المكسب النهارده بهدف حكيم زياش علشان خاطر تشيلسي يصعد لنهائي كاس الاتحاد الانجليزي علشان ينتظر مواجهه ساوثهامبتون او ليستر سيتي في النهائي. الف الف مبروك ليك عزيزي مشجع تشيلسي. ممكن تعمل لايك لاخوك او تعمل سبسكرايب لانك لا تعلم مأساة انك تكون بتشجع فريق في رحيم ستيرلينج وهو راء مندي. الموضوع صعب جدا ومرهق، فمعلش ممكن تنزل تعمل لايك او ممكن تنزل تعمل سبسكرايب. حتى لو اختلفت معايا وعملت ديسلايك انزل اشتم في الكومنتات وقول اللي انت عايزه. بس بصراحه النهارده تشيلسي عمل اداء عظيم جدا الشوط الاول والشوط الثاني. توماس توخيل ممكن تنتقد وتقول عليه ان هو مدير فني نوعا ما، الفريق بيكون ممل جوه الملعب في الماتشات الضعيفه. مدير فني ممكن تقول عليه اي حاجه في الماتشات المتوسطه، انما مدير فني في الماتشات الكبيره والمواعيد الكبيره توماس توخيل بيكون حاضر. توماس توخيل عارف كويس قوي هو هيلاعب سيتي عامل ازاي النهارده. الراجل 3 4 2 1 بتاعتك هي بس 3 4 2 1 هتطير فيها موسيمون وتطير حكيم زياش وتيمو فيرنر، وهتعمل ستاره دفاعيه باتنين ديفندرات صريحين نجولو كانتي وجورجينيو، وطبعا مع راحت التحركات الهجوميه على الاطراف من ناحيه بن شيروي والناحيه الثانيه ريس جيمس. الراجل نوعا ما كان قافل الملعب كويس، والراجل كان باين عليه ان هو مسيطر على اجواء الشوط الاول، والراجل كان واضح ان هو اختار التشكيله الصح. طبعا ثلاثي خط الدفاع معروفين، تياجو بيلعب روديجر، والناحيه الثانيه بتلاقي ان هو بيلعب بسيسر اسبليكويتا. تشكيله مثاليه جدا، انما لو بصيت ناحيه السيتي وبيب فتحس ان بيب جوارديولا مستبعد، اللي هو حرفيا انت مش فاهم ايه اللي بيحصل. سيبك من الثمان تغييرات او ايه اللي حصل، روتيشن مش روتيشن، لو دورت على التشكيل نفسه هتعرف ان في حاجه غلط. انت بتلاعب فرقه قوتها الاطراف، فانت بتنزل تلعب باثنين اطراف مندي وفاكنسيل اللي هم بالصدفه البحته ما بيعرفوش يدافعوا، فاللي هو طب هننسوا الكره في نص الملعب؟ لا، ما احنا هننزل نلعب 4 2 3 1 رودري وهيلعب جنبه فرناندينيو وقدامهم كيفن دي بروين. طب التشكيله دي تمشي على مبابي؟ احنا لعبنا تقريبا بطريقه اقرب لكده في مباراه ليدز يونايتد واتمسك علينا كوره وكان وضعنا جوه الملعب سيء جدا، وسبحان الله نفس التركيبه الهجوميه العبثيه اللي هي رحيم ستيرلينج في اسوء نسخه مقدمه من رحيم ستيرلينج، اللي هو اساسا كده كده رحيم في كل الحالات بيبقى سيء، يعني الراجل بيضيع والفرقه بتستقبل من اي فرصه، دي كانت حاجه عاديه بس على الاقل كان بيسجل. انما رحيم النسخه دي مش قادر، مش شايف الملعب اساسا، رحيم مش شايف هو بيعمل ايه جوه المباراه، مش عارف يباصي، مش عارف يعدي واحد على واحد. في كوره رحيم ستيرلينج عشان خاطر يثبت ان هو عنده شخصيه وان انا قوي وهرجع ثقتي بنفسي، نزل نص ملعب السيتي وقرر ان هو عايز يعدي من كانتي وجورجينيو وموسيمون واي حد هيرجع يدافع كده تاني هعدي منه. طب هو بيعدي لقدام؟ لا اطلاقا، هو كان بيعدي لجوه ولبره، وعمال الراجل تحس ان هو مهندس مساحه بيقيس المساحه عايز يعمل حاجه واحده بس، يثبت ان هو واثق في نفسه وان انا اقدر ارجع. بس رحيم كان سيء جدا جدا النهارده. فيران توريس لسه نفس الموسم الاول بالنسبه لبرناردو سيلفا. جابريل جيسوس فانت ما كنتش عارف هو جيسوس كان بيلعب ايه، جيسوس كان بيلعب على الطرف ناحيه الشمال ولا كان بيلعب فيرود، لان الراجل حرفيا السيتي اول نص ساعه ما كانش ظاهر ولا ليه اي ملامح. وبرغم كده برضه نفس المشكله بتاعت توماس توخيل لتشيلسي، مش قادرين ان هم يخلقوا فرص، مش قادرين ان هم يسجلوا. ليه؟ علشان خاطر بن شيرويل بيلعب، والفرصه الوحيده اللي جت في الشوط الاول جت لبن شيرويل، بن شيرويل اتعامل معاها بطريقه سيئه. فواضح كده ان بيب جوارديولا عندك مشكله، محتاج ان انت تنزل تعمل تغييرات على طول. ادي رحيم ستيرلينج على الدكه، نزل رياض، حاول تطلع كيفن دي بروين عشان خاطر هو باللمس وممكن تلاقيه اتصاب، حاول انك تعمل اي حاجه تغير العك اللي انت عملته ده. برضه بيب جوارديولا فضل مستمر على نفس الوضع، اللي هو حبيبي احنا ربنا سترها معانا بالعافيه وطلعنا الشوط الاول 0-0 متلصمين، الشوط الثاني حكيم زياش بيقدر ان هو يستغل بينيه معموله له من تيمو فيرنر. تيمو فيرنر الراجل كان واخد اريحيه وراحه وبيلعب ورا جواو كانسيلو عادي، جواو كانسيلو ده نسمه طايره كده اي حد بيلعب من وراه، وتيمو فيرنر ما يتوصلش في الجري، بس الراجل عند المرمى لا زاك ستيفن طلع غلط اساسا، ما قررش ان هو زي اي فرود طماع يلعب تشيب والكلام ده، قال لك هعديها لحكيم زياش بتاع الشوط الاول اللي هي طلعت اوف سايد وحكيم هيسجل، وفعلا اعطاها الحكيم وبالصدفه البحته كان مندي دايما ومتاخر وحكيم كان سابقه، وحكيم بيكوج مجهوده في المباراه وبيسجل الهدف الاول علشان خاطر حكيم زياش يستحق ما هو افضل في تشيلسي صراحه. يعني بتكلم عن توماس توخيل الراجل بيحب يعمل روتيشن كتير، بس الصراحه الروتيشن ده ما ينفعش ما يكونش في حكيم زياش موجود جوه الملعب، بس هي لعنه عزيزي، لعنه ان انت يكون عندك لعيبه انجليز جوه فرقتك مجبر ان هم يلعبوا، والا هتلاقي الاعلام الانجليزي عمل لهم سعر، وده حصل في السيتي الاسبوعين اللي فاتوا لما لقينا دونالد داك موجود على الدكه، كله قعدوا لك رحيم لازم يلعب، رحيم لازم يلعب. بيب جوارديولا بيثبت لهم مدى سوء رحيم ستيرلينج النهارده جوه الملعب. هتقول لي بيب ممكن يضحي ببطوله عشان خاطر يثبت للاعلام ان هو صح في رحيم؟ هقول لك بيب جوارديولا عمل نفس الكلام السنه اللي فاتت في نفس البطوله دي في نفس الدور ده قدام ارسنال علشان خاطر يثبت ان
دافيد سيلفا ممكن يكسب الفريق، وما حصلش ساعتها ولا دافيد سيلفا كسب الفريق، بس السنه دي حصل وخير اللهم اجعل خير وجهه نظره وثبتت. فرحيم ستيلينج ان رحيم مش قادر يعمل اي حاجه وان هو محق ان هو يحط على الدكه. طب تغييرات كيفن دي بروين اتصاب لوحده، فنزلت ان قررت انك تنزل في الفضل. فيرن توس قررت انك تطلعه، ومحتاجين يا جماعه ننزل ايكا جنب. طب بالنسبه لرحيم اللي مش شايف قدامه، لا سيبه. طب بعد الهدف الاول، لا عزيزي احنا اتفاجئنا اساسا كجمهور سيتي ان احنا رجعنا مباراه دورتموند، فهنرجع مباراه دورتموند وهنرجع كمان النهارده، خصوصا كمان ان احنا قدامنا ابن الصايع اللي اسمه توماس توخر. عامل ايه؟ قال لك انا في الاول ضربه مفتاح. مين عندنا هنا بيهاجم؟ حكيم، معلش ممكن تغير. مين عندنا هنا بيهاجم؟ تيمو، معلش ممكن نغير بس، وهننزل ايمرسون وهننزل كاي فيرتز وهننزل كريستيان بولسيتش عشان خاطر خلاص نقلب على 3-5-2، ولو راجل قدر ان انت تقرب من منطقه الجزاء. هل حصل ان السيتي ضيع فرص بعد ما تشيلسي مسجل؟ اطلاقا عزيزي، ده كمان تشيلسي هو اللي كان بيضيع، وحكيم زياش كان ممكن يجيب الهدف الثاني. بس خلصت على خير والحمد لله رب العالمين. عدينا المباراه اللي فيها ارق غير طبيعي، انك تقرر انك تكمل براحيم ستيلينج دونالد داك العرب ده او دونالد داك الانجليز ده، يلا حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب ان احنا نشوف العك اللي حصل النهارده. والف الف مبروك لكل جمهور تشيلسي، وبصراحه زياش يستاهل ان هو يتحط ضمن الناس اللي هي اساطير كده، اللي انت تقعد تتكلم على لعيب عربي بيسجل في نص نهائي كاس انجلترا. زياش يستاهل كل خير يا جماعه. وبمن انك يعني لو كملت معايا الفيديو لحد دلوقتي، فاعمل لايك اعمل سبسكرايب. والله يخرب بيت رحيم ستيلينج على الساعه اللي ابتلينا بيه جوه الملعب.